طب انا هسالكم كمدربين بقى دلوقتي، احنا لعبنا نص ساعه، كل واحد فيكم مدرب الفريق وخد قراره ان يلعب 3 5 2 زي ما كابتن حسام خد القرار، ولعبنا اول نص ساعه، بدانا بعد خمس بعد الدقيقه 35 37 بدا هم احنا نبعد، وبعدين دخلت اوضه اللبس، كل واحد يقول لي بقى هل انت هتستنى شويه في التغيير، هل هتغير طريقه اللعب بين الشوطين، هل هتقول اللعيبه ايه يعني، انت بعد ربع ساعه من بعد النص ساعه اللي تالقنا فيها، في ربع ساعه كان بدا يبان ان احنا تراجعنا بننزل بدنيا كمان، وبدانا نتراجع ذهنيا، واللعيبه بدات تتراجع وهم بداوا يسيطروا على الملعب. ايه اللي كنت هتعمله يا كابتن احمد؟ يعني ما عملوش كابتن حسين، اي مدير فني هيكمل بنفس الشكل طالما بدا والشوط الاولاني المجمل بتاعه 2-0 2-0 وانت ماشي بشكل كويس قوي، اي مدير فني هيكمل بنفس الشكل. دي وجهه نظر انا، يعني ممكن حد تاني يفكر يقول انا هقفل واغير واطلع حد انت كنت هتطلع مين الشوط الاولاني؟ ده انا عايز اعرف وجهه نظرك انت. ما انا بقول لك وجهه نظر انا، انا كنت هكمل بنفس الشكل برضو. وهتكلم في حته قرب الخطوط وقرب المساحات من بعض، وان الكره تفضل في رجلي اكبر وقت، عشان انا بذلت مجهود كبير الشوط الاولاني، الكره معايا طول الوقت وعمال اجري وبهاجم وبروح وبرجع والكلام يعني ده. كنت هتبدا الشوط الثاني برضه 3 5 2 زي ما انت هكمل بنفس الشكل. كنت هتعمل تغييره ولا كنتش هتغير برضه؟ استنى، لا هكمل، لا ما كنتش هغير، ما انا بقول لك ما فيش حد يعني. الشوط الاولاني الاغلبيه شكلهم حلو، اغلبيه اللعيبه، بس اخر 10 دقايق كان واضح ان في مشكله. لا هو ما كان يعتبر ما فيش مشكله عليك الشوط الاولاني خالص، انت لحد يعني حتى لو في اخر الشوط هديت شويه، بس ده طبيعي جدا. بدات الشوط وبدات السيطره اللي كنت هتعمله؟ لا كنت هغير بعد على طول 10 دقايق. هل كنت هتعمل عمله كابتن حسام، نزل اكرم توفيق مكان امام؟ هو تغيير، هو بيحاول يحط حد في نص الملعب زياده، بس انا كنت بيفل. كنت هحاول اول تغيير اعملها احط عمر كمال في الحته ديت على طول ناحيه الشمال. ناحيه الشمال دي كانت يبقى تحت تريزيجيه، باك تحت تريزيجيه كان اكتر حاجه. مين بقى اللي خارج؟ زيزو، مام، اي حد من لعيبه نص الملعب كنت هتسحب واحد وتحط لعيب في الحته ديت عشان يقفل المساحه اللي هي كانت باينه ديت عند الكابتن حسام. عملها في الدقيقه 72 بعد ما خرج زيزو، بدا ينزل عمر كمان الشمال. اه بس انت هتغير طريقه اللعب ولا كنت هتلعبه مكان يعني هيلعب مكان امام ناحيه لا الشمال؟ هيلعب مكان تريزيجيه ناحيه الشمال، وهطلع بقى اي حد من نص الملعب، مش شرط اطلع يعني امام. قصدك ان امام لو حتى سحبت امام كان عمر هيروح مكان امام، وعمر هو اللي يقفل تحت تريزيجيه. اه صح كده، وتريزيجيه يخش جوه الملعب مع نفس قصه امام المساحات، او حتى يطلع لو هيفكر يطلع زيزو، او يعمل تغييرتين، او اعمل تغييرتين مع بعض، انزل اكرم معاه برضه، اطلع حد تاني، او اطلع الاثنين بتوع نص الملعب. انا كده كده عندي صلاح ومصطفى قدام في الحته اللي قدام، هيبقى التالت بتاعهم تريزيجيه. كابتن بشير، لو انت مكان كابتن حسام حسن كنت هتعمل ايه بين الشوطين؟ وهتبدا شوط بنفس الطريقه ولا هتغير ولا هتعمل تغييرات ولا هتعمل ايه؟ يعني انا بدات الماتش وكسبان 2-0، والفرقه في اول نص ساعه عامله كل حاجه في الكوره، انا راضي عنهم والجمهور والدنيا كلها، وبداوا يتراجعوا في اخر 10 دقايق وربع ساعه. طبعا اول حاجه اخش من الشوطين هسال يا جماعه هو في ايه، في حد تعبان، حد عنده مشكله الاول، فهسمع رد الناس، جايز حد عنده مشكله، جايز حد تعبان، جايز حد مش قادر يكمل، مفيش، طيب هتكلم بقى اشوف يعني امال ايه اللي بيحصل او ايه اللي حصل الشوط اخر 10 دقايق دول، وابدا بقى اشوف ما دام الناس قالت ان هي سليمه، ابدا بقى على السبوره اقول يا جماعه طب ليه ده حصل، وايه اللي حصل هنا، ليه بنفقد الكوره، ليه مثلا ما بنكملش زي ما احنا بادئين. بس مش هتغير لسه، هتستنى؟ لا طبعا مش هغير ما دام اللعيبه سليمه. وهتنزل الشوط الثاني بنفس طريقه اللعب بالظبط، هتغير في نفس التوقيت اللي غيره كابتن حسام بعد الجول على طول، تسحب وتنزل اكرم توفيق بعد الجول. طبعا لازم هقلق جدا يعني، لان هو مش الجول بس، الجول والاداء كمان عمال كنت تعمل نفس التغييرات دي، امام واكرم ينزل انا كنت عايز ابدا اصلا بعمر كمال باك رايت و باك ليفت واكرم توفيق باك ليفت. عمر باك ليفت ولا باك رايت؟ لا باك رايت، ابدا بيه باك رايت مكان محمد هاني من البدايه، والعب اكرم توفيق باك ليفت، لان اكرم توفيق بيدافع كويس قوي، وانا كده كده مش هعمل حاجه من ناحيه الشمال دي ما دام ما عنديش لعيبه اشول، مش هيطلع يعمل اوفر، خلاص هيوقف في الهالي دي خالص. هتلعب ثلاثه ولا اربعه؟ لا هلعب اربعه. هلعب اربعه طبعا. وناحيه اليمين عمر الفتره اللي فاتت في الدوري المصري يعني حاله برضو، عامل حاله كويسه قوي، بيطلع بيعمل كميه اوفرات غير طبيعيه، وبيجيب جوال ورايح جاي، كان هيفيدني وبلعب في ارضي، خد احسن لاعب في الماتشين اللي لعبه ولا احسن لاعب ايه، ومؤثر كمان يعني مش احسن لاعب كده وخلاص، لا يعني باينه في حاله
وفرق كبير بينه وبين محمد هاني الفتره دي. محمد هاني عنده مش عارف في ايه يعني الفتره دي. كابتن سيد معوض يعني بين الشوطين لازم عبد المنعم ياخد خطوتين او يقفل المساحه اللي في ظهر تريزيجيه. انت بتلعب بثلاثه ورا، فحمدي موجود يبقى رامي ناحيه اليمين، وموجود عبد المنعم ناحيه الشمال بيغطي في ظهر تريزيجيه، وخلي تريزيجيه يتاخر شويه، مش لازم ال 100 متر كلها يبقى هو اكنه بيلعب وينج. وبعد ما يعدي 10 دقائق لازم اغير حد من نص الملعب، غير حد من نص الملعب وانزل عمر كمال. ده الطبيعي بتاع الفرقه. انا هستنى ال 10 دقائق عشان زي ما عيد بيقول النتيجه ما تخلينيش اخد الريسك في ان انا اغير حد، بس اغير وظيفه لعيبه في الملعب. يعني خلي منعم بدل ما بيقابل الراجل متاخر شويه، لا تعالى ناحيه الشمال شويه عشان يبقى جنب الراجل من بدري ويقابل من بدري ويغطي في ظهر تريزيجيه. وبعد ال 10 دقائق لازم اعمل التغييره دي، لان التغييره دي كانت هتفرق معاك من بدري. انت عملتها بس عملتها متاخر قوي. والنقطه الثانيه وجود حمدي في وسط الاثنين السرد باكين، خلاص كنت ممكن تطلعه نص الملعب على فكره، وممكن تطلع اي حد من نص الملعب. انا بقول لك انت عمالين نتكلم على امام وزيزو، هنفضل احنا طول الوقت اصل امام ما بيظهرش بشكله في المنتخب، زيزو ما بيظهرش بشكله، ما هي المشكله انت بتلعبهم ايه وبتلعبهم فين والمهام ايه والكلام ده. مظبوط. احنا وقتنا خلص. طبعا كلنا متفقين انه ثلاث نقاط هي اهم حاجه بالظبط، وكده كده ده التارجت واتحقق يعني، ودي خطوه واسعه جدا ناحيه كاس العالم اعتقد كده. ان شاء الله باذن الله، والتوفيق لكابتن حسام حسن في مباراه غينيا الاستوائيه باذن الله. كابتن احمد عيد شرفتنا ونورتنا. حبيبي كابتن ميسي بقى احمد عيد ايه؟ كابتن ميسي انت ادرى بقى كابتن. انا هنشوف الترقيصه اللي بعد الهوا هي اللي هتقول. لا ما هو انا مش عايز اطلع بالاستوائيه. كابتن مشير التابعي شرفتنا ونورتنا. ربنا يخليك يا ريس، ربنا يكرمك. كابتن سيد معوض شرفتنا، ربنا يخليك. احنا كده وصلنا لنهايه حلقه النهارده. انا بفكركم مباراه مصر وغينيا الاستوائيه منتخب مصر، الرحله اتاجلت 24 ساعه. غينيا بيساو اسف استوائيه ايه غينيا بيساو الرحله اتاجلت، كنا هنسافر الصبح بس اتاجلت 24 ساعه. المباراه هتكون يوم الاثنين الساعه 7 بتوقيت القاهره في غينيا بيساو. احنا بكره اجازه الجمعه والسبت اجازه، حد ان شاء الله اذا كان لنا عمر المشيئه تلف تمام. الحادية عشر مساء حلقه جديده من بوكس تو بوكس. الى اللقاء.